السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم تلاميذ سنة رابعة ابتدائي. سوف نبدأ بقواعد اللغة العربية. أول درس في اللغة العربية هو أنواع الكلمة. عندنا الكلمة أنواع: اسم، فعل، حرف. الاسم، أنواع الكلمة سوف نبدأ بالاسم. الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمن. كاين اسم إنسان، مثلا رجل، زيد، تلميذ، وليد، سامح، عمر، مثلا علي، وردة، هذو نسموهم اسم. اسم إنسان، جوري، أسيل، هكذا. اسم حيوان، مثلا قط، فأر، نمر، عصفور، غزال، هذا اسم. جماد أي شيء، قلم، طاولة، كتاب، العلم، كرسي، ذهب، هذو أسماء. يقول لك استخرج لي اسم من النص. فركت على اسم إنسان، أجبت له اسم علي أو زيد أو اسم حيوان، قط، نمر أو جماد. فعل هو ما دل على حدث مرتبط بزمن الماضي، مثل أكل، شرب، ذهب، درس، هذا فعل. كاين مضارع، ماضي ومضارع، يأكل، يشرب، يدرس، يذاكر. وكاين الأمر، كل، اشرب، ادرس، ذاكر، العب. الحرف لابد على معنى في، لا يدل على معنى في نفسه وإن دل على معنى في غيره. مثلا حروف الجر: من، إلى، عن، عل، هل، في، وفي، لام، كاف. إذن أنواع الكلمة اسم وفعل وحرف. يقول لك استخرج أنواع الكلمة. عندنا هنا تمرين، هنا مجموعة كلمات، صنفهم لي وينهم الأسماء، وينهم الأفعال، وينهم الحروف. أين هي الأسماء؟ أين هي الأفعال؟ أين هي الحروف؟ أكل، على، الباب، إلى، الجبل، عن، يشرب، نم، البحر. جاوبوا لي في التعليقات، قولوا لي وين هي الأسماء، وين هي الأفعال، وين هي الحروف. خلوا أولادكم يجاوبوا. سنة رابعة، نستنى إجاباتكم في التعليقات بإذن الله. ها هي مجموعة كلمات، صنفها لي وين هي الأسماء، أين هي الأفعال، أين هي الحروف. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا أنواع الكلمة. قلنا أنها أنواعها اسم وفعل وحرف. بالتوفيق.